سعادة السفيرة إليزابيث موغيرا سوني، سفيرة جمهورية بوروندي. Je suis le premier ambassadeur du Burundi. أنا أول سفيرة لبوروندي هنا بالجزائر. لقد أكدت أمام فخامة رئيس الجمهورية أن افتتاح هذه السفارة سيشهد على إرادة سلطات البلدين الجزائر وبوروندا لإعادة بعث وتعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتعاون القائمة بين البلدين منذ استقلالهما. سنعمل معا من أجل السلام والأمن والتنمية الاقتصادية، ولا ندخر أي جهد لذلك. Merci.